نجوى الشاغوش رئيسة جمعية المرأة والطفولة بإقليم تطوان. الجمعية ديالنا تأسست 15/1/2011. كتهدف جمعية المرأة والطفولة بإقليم تطوان للنهوض بوضعية المرأة والطفل طبعا اللي كينتميو للفئات الهشة في المجتمع اللي كيعانيو من البشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي. وكيف ما كتشوفوا هذا العرس الجماعي اللي كتحييه جمعية المرأة والطفولة هذا اليوم 2/14/2013 هو كيدخل في إطار الأنشطة السنوية اللي كتقوم بها جمعية المرأة والطفولة بإقليم تطوان. طبعا كيف ما كتشوفوا عندنا 9 العروسات، الجمعية ديالنا تكلفت ب9 العرائس، عملنا لهم الحفل البهيج اللي شفتوا هذا النهار وحضرتوا عليه، تكلفنا لهم أيضا زائد الحفل بالملابس اللي كنسميو حنا باللغة ديالنا الدارجة الشوار، شورنا لهم بما فيه الملابس تكاشط، يعني كلشي اللي كيخص العروسات. كنتمنوا هذا العمل، طبعا هذا العمل ما قمناش به بوحديتنا، كانوا محسنين عاونونا من قريب ومن بعيد بالقليل او بالكثير، جزاهم الله خيرا كاملين. وشكرا جزيلا.